مساء الخير على اجمل مشاهدين مشاهدين ارب وود في كل مكان، في حلقه جديده دايما مليانه بالاخبار الحصريه والفنيه من كل الوطن العربي. مساء الخير فاروق. ازيك يا ايه؟ الحمد لله. اهم واخر الاخبار الفنيه والحصريه فقط في عرب وود، وكمان ما تنسوش تتابعونا وتشاركونا من خلال مواقعنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. يلا بينا نبدا حياتنا معاكم بالهايلايت. إليسا تثير الجمهور ببوستر ألبومها الجديد قبل طرحه بالأسواق. بركة يقابل بركة بيمثل السعودية في الأوسكار هذا العام. روتانا الشركة الأولى في تنظيم حفلات النجوم العرب. نادين الراس العرب وود سعيدة جدا بنجاح ناجي أسطى. ريانا تتسلم جائزة MTV's Lifetime Achievement Award. ولقاءات حصرية العرب وود مع بشرة وهاني بحيري أعضاء لجنة تحكيم ميس إيجيبت. كشفت الفنانة إليسا عن بوستر ألبومها الجديد ملكة الإحساس، واللي ظهرت إليسا في البوستر فيه بشكل غير واضح، وظهرت بفستان تركواز طويل. ومن الواضح إن ده البوستر التمهيدي لحملة ألبومها الجديد، واللي هينزل في الأسواق يوم 9 سبتمبر اللي جاي، هو من إنتاج شركة روتانا. واختارت إليسا وشركة روتانا التوقيت ده عشان ينزل بالتزامن مع عيد الأضحى، وأكيد إليسا محضرة مجموعة مختلفة من أغانيها في الألبوم الجديد. وتعاونت إليسا بقى في الألبوم ده مع عدد كبير جدا من الشعراء والملحنين والموزعين، ومنهم نادر عبد الله وبهاء الدين محمد وملاك عادل، ومن الملحنين وليد سعد ومحمد يحيى وسامر ابو طالب. اما من الموزعين فتعاونت مع تميم وجون ماري رياشي وهادي شراره. وطرحت إليسا من اسبوع اغنيه ملكه الاحساس على قناتها باليوتيوب، وقدرت الاغنيه انها تحقق نسبه استماع عاليه جدا، والاغنيه من كلمات اسامه مصطفى ومن الحان سامر ابو طالب والتوزيع لتميم. ومن ناحيه تانية بقى، قررت إليسا انها تحيي حفل كبير جدا في مصر تلات ايام عيد الاضحى اللي جاي، وهتكون في شرم الشيخ، وهيشاركها في الحفله دي الفنان وائل جسار. اعلنت الجمعيه العربيه السعوديه للثقافه والفنون عن اختيار فيلم بركه يقابل بركه عشان يمثل السعوديه السنه دي في مسابقه الاوسكار افضل فيلم اجنبي. وفيلم بركه يقابل بركه من نوعيه الافلام الاجتماعيه الرومانسيه، وقام ببطولته هشام فقيه وفاطمة البنوي، وهو من تأليف السعودي محمود الصباغ. شوف يا بركة، انت كبرت وصار لازم تكون في واحدة تسوي شغل البيت وتخدمك وتسوي لك شماخك كل صباح. أهلا، أنا بيبي حارب غنية عن التعريف. وأنت؟ اسمي بركة عرابي. وعاد هتاخد صورتها تحطها في غرفة النوم؟ هادي مو من توبنا يا ولدي. توبنا يعني اللي من قماش ستارة الكعبة مثلا؟ ما تدرجني؟ إلا في واحد يبي يجي يتعرف عليا. ايش اسمه؟ مين هو؟ اسمه بركه. جبت لك هديه صغيره، تفضلي. روح انت، الجو شويه ما يطمن. بركه، ده يمكن احلى شيء صار معايا اليوم. والمخرج محمود الصباغ من المخرجين الشباب السعوديين، واللي اخرج اكتر من 70 فيلم وقدمهم ضمن فعاليات مهرجان الفيلم السعودي الثالث، وبعدها قدم فيلم بركه يقابل بركه بطريقه مختلفه، واختار موضوع جديد وجريء على المجتمع السعودي. وبتدور احداث بركه يقابل بركه عن ممثل سعودي اسمه بركه بيحاول يتدرب على دور شخصيه نسائيه في مسرحيه هاملت، وبعد كده بيقابل بنت غاويه تمثيل وبيساعدها علشان تقدم الدور في المسرحيه، ولكن بعد ما تتخفى في دور راجل اسمه بركه برضه. وبيعتبر فيلم بركه يقابل بركه تاني فيلم يتم اختياره رسميا للمشاركه في الاوسكار بعد فيلم وجده للمخرجه هيفاء المنصور، واللي شارك 2013 في الاوسكار. وشارك قبل كده الفيلم في مهرجان برلين السينمائي في دورته اللي فاتت. يعتبر فيلم بركه يقابل بركه من اجرى الافلام اللي انتقدت العادات وتقاليد المجتمع. زمان اول بيتين اشوف. وجده، وين غطوتك؟ بأشي سيكل عشان سابق عبد الله. وبعدين اذا ركبتي سيكل ما تقدرين تحملين ولا تجيبين عيال. غالي عليك. بعطيك 10 ريال. 20؟ والله. اي والله. والله يعني ما تدري بنات ما يركبون السياكل. اللي تدري زين عنه وش اتكلم، وتدري ما بيك فيها سيكل لاي احد.
شريط من الوعاد بما احنا صرنا اصحاب الان. كل نجاح والتوفيق لفيلم بركة يقابل بركة في الاوسكار، وبنتمنى ان المخرجين السعوديين يقدموا افلام مختلفة في الفترة اللي جاية. بعد شوية هنعرف معاكم ايه هي احدث حفلات السوبر ستار رغب علامة، خليكم معنا. استطاعت شركة روتانا وتحديدا في صيف 2016 ان هي تحصل على لقب الشركة الاولى في تنظيم حفلات النجوم العرب في العالم، وده بعد ما قدمت الصيف ده مجموعة من اضخم حفلاتها لاكبر نجوم الاغنية العربية وكمان الخليجية. وقدرت كمان شركة روتانا انها تقدم 4 سهرات غنائية في لندن، وقدمت كمان من خلال السهرات دي 7 حفلات غنائية مع مطربين ومطربات من اهم نجوم العالم العربي كله، والحفلات دي اتقدمت للجاليات العربية والسياح العرب وجمهور الخليج الموجود في لندن. وأول حفلة نظمته روتانا كان للنجمة هيفاء وهبي والنجم ماجد المهندس، واللي قدم مجموعة من أجمل الأغاني واللي تفاعل معها الجمهور، وده اللي حمس ماجد المهندس وخلاه يقدم أغنيته الجديدة أخي قلبي. والحفل التاني بقى في لندن قام بإحياء نجوم الأغنية الكويتية، وهم عبدالله الرويشد والنجمة نوال الكويتية، وده كان اول حفل جماهيري لنوال بعد طرح البومها الجديد اللي غنت مجموعه اغاني كبيره منه في الحفله. الحفل الثالث كان من نصيب النجم السعودي رابح صقر والمطربه السعوديه داليا مبارك، وداليا بدات الحفل وقدمت مجموعه من اغانيها، وبعد ما انتهت فقرتها نزلت مع الجمهور عشان تسمع غناء المطرب رابح صقر واللي تفاعل مع الجمهور ومع اغانيه بشكل كبير. وكان مسك الختام في رابع حفله كان مع نجم العرب محمد عبده واللي ختم حفلات لندن، وكمان نافس جميع التذاكر واللي غنى اجمل اغانيه. مش بس كده، كمان روتانا قدرت تكون رقم واحد في الحفلات اللي قدمتها في مصر، ومنها الحفلة اللي جمع المطربين ماجد المهندس وكمان يارا، وحفلتين تانيين جمعوا المطرب رابح صقر والشابة داليا مبارك. وكان مسك الختام في مصر مع النجم محمد عبده واللي احتفل بألبومه الأخير عالي السكوت، وعمل كمان مؤتمر صحفي وحضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بالقاهرة. بعد شوية كاميرا أرابوت في مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائي للأفلام الروائية القصيرة. ودلوقتي نروح معاكم لأخبارنا، وهنبدأها معاكم مع المخرج خالد دياب واللي استأنف تصوير أحدث فيلم ليه وهو طلق صناعي، وده بعد ما توقف التصوير أكتر من مرة بسبب انشغال بطل فيلمه ماجد الكدواني بتصوير فيلم الأصليين. هو بيحاول فريق العمل انتهاء من التصوير في اقرب وقت ممكن بسبب انشغال بعض الفنانين المشاركين في الفيلم بعمل تانية. فيلم طلق صناعي بيقوم ببطولته ماجد الكدواني وحورية فرغلي ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد. على قناته الرسميه باليوتيوب طرح الموزع حسن الشافعي اغنيته الجديده 6 وشوش واللي تعاون فيها مع المطرب الشعبي احمد شيبه. احمد شيبه كان حقق نجاح كبير باغنيه لو لعبت يا زهر واللي قدمها ضمن احداث فيلم اوشن 14. المطرب اللبناني رغب علامة هيحيي حفل غنائي يوم 10 سبتمبر اللي جاي ضمن حفلات ليالي قرطاج، والحفلة هيقام على مسرح قرطاج الأثري، وهيقدم علامة مجموعة من أجمل أغانيه ومنها أنا ما بهزرش وأنا اسمي حبيبك وسهروني الليل. الديفا سميرة سعيد هتحيي حفل غنائي رابع أيام عيد الأضحى المبارك في العين السخنة، وهيشارك سميرة سعيد في الحفل فريق شارموفرز. بيكثف المطرب اللبناني ملحم زين جهوده علشان ينتهي من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، وتعاون ملحم في الألبوم ده مع مجموعة كبيرة من الشعراء وملحنين، ومنهم ملحم بركات وقازم الساهر ومروان خوري وسامر الأمير وبليل الزين وسمير صفير وعلي حسون. بريك وحنرجع نكمل مع بعض باقي فقراتنا في عربوي. أقيمت من أيام فعاليات مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائي الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، واللي بيدعم شباب السينما المستقلة وبيهدف كمان لتنمية المواهب الشابة من خلال مشاركتهم بأعمال فنية في المهرجان. كاميرا أرابوت حضرت فعاليات المهرجان في دورته الثالثة واللي أقيم على مسرح وزارة الشباب والرياضة، والدورة الحالية كانت مهداة لروح الفنان سيد زيان. نسيان بابا صعب، نسيان بابا صعب، وما فيش حاجة اسمها نسيان سيد زيان، دي مش هتحصل. يعني أنا ببص على اليوتيوب المشاهدة ما شاء الله ما شاء الله، الناس كلها بتحب، ناس تعشق سيد زيان، كل شغله كله أفلام مسرحيات مسلسلات، لدرجة إن في جمهور مقطع لقطات بابا وعملها لوحده، عمل كثيرة جدا، المال والبنون، المتسول،
افلامه ومسرحياته وافيهاته اللي هو اللزمات بتاعته المشهور بيها، زي لزماته فيلم المتسول. لجنة تحكيم المهرجان كانت برئاسة المخرج محمد النجار، وكمان شهدت عدد من الأفلام الروائية القصيرة اللي شارك بيها شباب من السينما المستقلة. الجائزة بتروح للمتفوق في الإخراج، المتفوق في التمثيل، وكذلك الموسيقى التصويرية، المونتاج، الديكور، وبقية العناصر الفنية. احنا عاملين نظام السنة دي، يعني عاملين ايه، احسن اخراج ومخرج احسن فيلم، يعني احسن مخرج ومخرج احسن فيلم. في الفترة دي على مستوى العالم الافلام القصيرة والتسجيلية وروائي قصير الناس بتبقى يعني على مستوى العالم دلوقتي، عشان بتبقى low budget بس بتبقى حرفية اكتر، انها يا بتقدم مخرجين جداد يا ممثلين جداد يا بتقدم افكار مختلفة، بحيث انها بعيدا عن الافلام اللي هي الروائية الطويلة اللي هي تكلفتها كبيرة. المهرجان كرم كمان عدد من المسرحيين اللي قدموا للفن أعمال متميزة، ومنهم المخرج المسرحي فهمي الخولي. حقيقي سعيد جدا جدا باهتمام إدارة المهرجان الأستاذ عادل عمار بأنهم يكرموني وأنهم يقيموا مثل هذا المهرجان في ظل غياب للأسف وزارة الثقافة وعدم اهتمامها بأهم بالفن السابع، أهم يعني فنون للأسف يعني ما فيش اهتمام. مهرجان أوسكار إيجيبت للسينما بيحظى السنة دي بدعم من وزارة الشباب والرياضة وكمان وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، وقدموا له الدعم اللي بيحتاجه لدعم شباب السينما المستقلة وكمان تقديم نماذج شبابية موهوبة لعالم الفن. الحقيقة المهرجان ده أهميته في إن هو دعم للسينما المستقلة ودعم للشباب المبدع. الحقيقة دعم وزارة الشباب وتأييد وزارة الثقافة لهذا المهرجان هو تأييد للشباب وتأييد لخروج أفلام تقدم القيم اللي إحنا بنصبو إليها. الفكرة لقت قبول لدى وزارة الشباب والرياضة، يعني حقيقي احنا بنستمتع جدا من خلال الافلام القصيره بمشاركه الشباب فيها. احنا شاركنا في المهرجان بالفائزين بمسابقه الافلام القصيره ابداع 3 وابداع 4، بالاضافه الى اعضاء مراكز الشباب، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لنا كبيره جدا. بعد شويه هنشوف النجمه شاكيرا وهي بتجهز لاحدث اغنيتها استنونا. احتفل الفنان محمد أسامة الشهير بأسأس بخطوبته في حفل عائلي بسيط بعيدا عن عين الصحافة، وكمان انتشر صور الخطوبة وهو بيلبس خطيبته خاتم الخطوبة. أسأس احتفل بخطوبته على عروسته رويدة في حفل عائلي بالمنزل، وكان الحضور من الأسرتين فقط، لكن إيمان شقيقة العريس قالت في تصريحات صحفية إن العروسة من خارج الوسط الفني والخطوبة مش من نوعية زواج الصالونات، لكن بعد قصة حب سنتين. أسأس نشر صورة مع إحدى فتيات على الإنستجرام وعلق عليها وقال ملكتي، وكانوا جوه سيارة لكن الصورة جمعته مع خطيبته كانت مختلفة بالرغم من ان ملامحها ما كانتش بنفس الوضوح اللي كان في الصورة الاولى اللي شيرها انستجرام. وكانت اخر اعمال أسأس السينمائية الفيلم الكوميدي سطو مثلث، واللي شارك فيه البطولة احمد صلاح السعداني وريهام حجاج وعدد كبير من النجوم، اما الاخراج كان ليونس ومن انتاج محمد السبكي، لكن الفيلم حقق نجاح محدود زي باقي افلام موسم الصيف اللي اتعرضت بعد موسم عيد الفطر. ايه يا عم انت عامل لي فيها مس ولا ايه؟ مين ده يا؟ انت مش قلت لي هجيب جدو؟ انا ما عرفتش اجيب جدو، جبت جدي. لا يا حاج ما تسخنش قوي كده اللي تروح فيها. عملتها يا زيكو الكلب. انا اول مره اشوف فرعوني من البرازيل. انت بتكلم الملك يا كلب؟ عملت خد مباس ونعاس. الله، طب ما السياحه رجعت ايه؟ يا حول انت اللي رشحتني. ايوه انا رشحتك، انا كنت جايبك عشان ازل، عشان تزل تشغلني معاه اول فيلم تشتغل فيه مع الصبح. سطو مثلث بدور احداثه عن شاب اسمه المراكبي، وبيقوم بدوره الفنان احمد السعداني بيكتشف وصيه جده اللي بيعود زمنه للعصر الفرعوني، ومن هنا بتبدا رحله البحث عن كشف لغز الوصيه من ضمن عدد كبير من الاحداث والمواقف الكوميديه. طلعني يا مش هركز على ناس مش مال.
عضاضة؟ تتجوز علي المراكبي يا هانم اللي هيصبحك بعلقة ويمسيكي بعلقة ويضربك لحد ما تقولي كفاية؟ كفاية ولا ايه؟ وكمان بيستعد أسس لتصوير الموسم الجديد لمسرح مصر، واللي بيشارك في البطولة مع الفنان أشرف عبد الباقي، مصطفى خاطر، وعلي ربيع، وكمان نخبة كبيرة من النجوم الشباب. امسك فيا وقعدت 13 يوم كمان انازع لحد ما علمتهم المشي وحصل اللي حصل. يا برافو 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 برافو، اتعلمتوا. انا عارف انت عايز البيضه ليه عشان تفقس عليها هنا. بنبارك للفنان محمد اسامه، وكمان منتظرين عرض الفيلم الجديد، وكمان منتظرين منه العروض المسرحيه اللي بتمتع عدد كبير جدا من الجمهور، واللي حيت بيها الفرقه نجاح كبير جدا في الدراما والسينما. يا ترى ايه حكايه ايمان العاصي مع القلوب السوداء؟ هنعرف بعد شويه. شاكيرا صورت نفسها وهي بترقص داخل الاستوديو الخاص بتسجيل اغنياتها، وعبرت كمان عن سعادتها برقصتها اللي شارك بيها محبيها على انستجرام، وده كان وسط عدد كبير جدا من التعليقات اللي كانت بتهنيها بتسجيل البومها الجديد، وكمان سالوها عن ميعاد طرح الالبوم بتاعها. الكليب اللي عملت ليه شير على الانستجرام بيفكرنا بحفلاتها ورقصها المبهر اللي جذب عدد كبير جدا من محبينها في العالم كله، واللي ليه شكل مميز جدا وبتظهر فيه انوثتها دايما بشكل كبير. رقصة شاكيرا كانت على أنغام أغنيتها الجديدة، لكن ما أعلنتش عن اسم الأغنية أو أي تفاصيل عن الألبوم بتاعها، وعلقت على الفيديو اللي شارتها على إنستجرام وقالت شاكيرا هارد أت وورك. وظهرت شاكيرا صاحبة الأغنية الأشهر ليها هيبس دونت لاي في الفيديو، وهي بترقص في أرجاء الاستوديو وبترفع إيديها في الهواء وبتغني كلمات الأغنية، وحققت أغاني كتير لشاكيرا نجاح كبير عند الجمهور. شاكيرا ليها طفلين من حبيبها لاعب كرة القدم الشهير بيكي، واللي كانت سبقت ونفت انها بتخطط للجواز او اقامة حفل زفاف ليهم، وقالت انها سعيدة جدا بالطريقة اللي عايشين بيها. شاكيرا نفت انها بتخطط للزواج في المؤتمر الصحفي اللي عملته في شهر مايو اللي فات في شمال كولومبيا على البحر الكاريبي، ووقت تصوير لاغنيتها لابيس كيلتا. وكمان قالت شاكيرا في المؤتمر الصحفي بشكل ساخر جدا عن مصوري الباباراتزي انهم بيقفوا قدام بيتها وبيفتشوا في القمامه علشان يدوروا على اي اختبارات حمل، وقالت كمان انها مش حامل وانهم يروحوا بيوتهم ويغسلوا ايديهم الصغيره. منتظرين الالبوم الجديد لشاكيرا، واللي من الواضح انها اشتغلت فيه بشكل كبير وانها فرحانه جدا بادائها من تسجيله، وكمان منتظرين الكليب الجديد اللي هيكون من ضمن اغاني البومها. Nobody.
بعد شويه هيكون معانا لقاءات حصريه من بيروت مع نادين الراسي وناجي القسطى، خليكم معانا. ودلوقتي وصلنا مع بعض لاخبار السوشيال ميديا واللي هنبداها مع الفنانه ايمان العاصي واللي نشرت صوره ليها على الانستجرام وكتبت تعليق بتقول فيه اطرد من مدينتك اصحاب القلوب السوداء اللي فرضتهم الظروف عليك واللي غصب عنك كانوا جزء من حياتك الاجتماعيه او العمليه. الفنانه ريم البارودي نشرت صوره جمعتها بالفنانه فريال يوسف وايمان العاصي على الانستجرام وكتبت كمان تعليق على الصوره بتقول فيه مع الناس اللي بحبهم من كواليس مسلسل السبع بنات. الفنانه منى فضالي نشرت صوره جديده ليها على الانستجرام وكتبت تعليق بتقول فيه في نساء اتولدوا عشان يكونوا ناجحين افتكر اني واحده منهم. الفنانه سميره سعيد نشرت صوره ليها من سيشن التصوير الاخير ونشرت صوره لطفله لابسه نفس ستايل لبسها على الانستجرام وكتبت في تعليقها على الصوره وقالت جزء من اغنيتها هوا هوا. الفنانه اصاله نشرت صوره بتجمعها بطفله قريبتها على الانستجرام واسمها اصاله برضو وقالت اصلتي الصغيره الحلو اللي اكتشفته فيها ان فيها كتير مني وده بالنسبه لي شيء رائع. ولسه مكملين اخبارنا فقراتنا معاكم بعد الفصل. الفنانة حنان ماضي قررت تصوير أغنيتها حنين لماضي واللي هتصورها خلال يومين في استوديو بالمعادي والإخراج هيكون لمحمد لطفي واللي حضرت معاه كل التفاصيل الخاصة بالكليب. حنين لماضي من ألحان الموسيقار علي يوسف ومن توزيع أحمد محمود ومن إنتاج ريتشارد الحاج. حنان ماضي سبق وقدمت في رمضان قبل اللي فات تتر مسلسل آسيا واللي كانت بتقوم ببطولته الفنانة منى زكي وكمان قدمت أغنية البنت اللي سهرانة اللي قدمتها ديو مع المطرب علي الألفي. أنا ليه بجري فوق طبطي وليه في سبقين معقولة في إنسان طبيعي يتقسم نصين للدرجة دي الدنيا بتغير وتفرق ناس نفس الملامح إنما لا مش نفس العين حنان ماضي ليها اكتر من البوم ومنها ليله عشق وشباك قديم واحساس ومن اشهر اغانيها شد الضفاير وحاولت اعيش وعصفور في ليله ويعيشي بنتحسر بدمع العين ويعيشي نجيب الحق على غيرنا ومش عارفين قلوبنا فين وكمان غنت حنان ماضي مع الفنان علي الحجار على مسرح ساقيه الصاوي اغنيه زي الهوى والاغنيه من كلمات سيد حجاب والحان وتوزيع الموسيقار عمر خيرت. أكيد طبعا بيتمنى لها عودة مميزة زي ما عودنا دايما. بعد نجاح الكبير اللي حققه الفنان اللبناني ناجي القسطى في لبنان قرر انه يستكمل النجاح ده بافتتاح احدى المسارح الغنائيه في وسط بيروت. زميلنا في لبنان راغب حلاوي حضر حفل الافتتاح اللي شارك فيه عدد كبير من النجوم والفنانين اللبنانيين. حفل الافتتاح استمر على مدار يومين وكانت اجواء الليالي الاولى منه رائعه كمان واستقبل ناجي كل الحضور وقدم وصله غنائيه بصوته وقدم كمان اجمل اغنياته الشخصيه واغنيات ثانيه كتير. هيدا مشروع حبيت ارجع اطلقه خاصه انه انا اول ما بلشت يعني كنت حبوني العالم بهذا الجو وبالليل وحبيت ارجع اعمل مشروع يكون خاص لي فكانت الفكرة نوراي اللي هو سبق ومفتح بدبي وهلأ ببيروت ورح كونه تواجد اسبوعيا كل نهار جمعة سبت احد من الله رد
كمان حضر حفل الافتتاح فنانين واعلاميين منهم النجمه نادين الراسي والاعلامي رجا ناصر الدين واللي اصروا على الحضور كدعم للفنان ناجي القسطى. انا من المعجبين باغانيه وبشخصيته وبنفسيته. ناجي ابن بيت وابن عائله ونفسيته كثير حلوه، بقى من هيك ربنا عم بيعطيه عقدنا وياه. والاشخاص اللي حواليه طبعا كتيم هن اشخاص كثير ناجحين وعم بيعملوا جهدهم وعم بيقدموا احلى شيء عندهم، بس انا اليوم بلاقي هيدا الشيء هو سكين بصدر كل حدا عم بينوي يعمل من بيروت او من لبنان بلد للصراع وللدم. بقى نحن عايشين ونحن حنكمل وان شاء الله الله يوفقهم ويضلهم هيك. ناجي بيستاهل، بدي له انه ان شاء الله انه مثل ما هو بيتمنى انه يكون شيء خاص فيه ما حدا عم بيشاركه فيه وينجح ويوصل لمحل ما هو ما بحب. فبدي له الف مبروك بيستاهل، بدي له مبروك على كمان اغنيته اخر اغنيه نزلها كمان كثير حلوه، فكل التوفيق له. وبعتقد الافتتاحيه حلوه يعني بوجود ناس كثير محبين. وشارك كمان خبير التجميل دكتور رائد لطوف والفنان اللبناني ميشيل ازي. قابلناهم وعرفنا كمان منهم ومن ميشيل اخر اخباره الفنيه. ناجي قسطى بيستاهل على الصعيد اذا بدك المهني وعلى الصعيد الشخصي، هو صديق غالي وبحبه وبحب فنه كثير. بتمنى له كل التوفيق. مش هين اليوم انت عم تعمل استثمار بهزل هالاوضاع الصعبه والهيدا. نحن واقفين اليوم جايين نوقف حده ونقول له الف مبروك، وانا اكيد نجاح نوراي رح يكون مميز لانه نحن بحاجه لهالشيء. اكيد بتمنى له نجاح من كل قلبي. شفت المحل كثير كثير حلو. ان شاء الله بياخذ حقه وزياده. كنا شوي مشغولين بالتورات والحفلات بالصيفيه، خلصنا هلا وقدرنا نحصل على السنجل يلي بليق بالعالم يلي بتحبني يلي ناطرتني. بعتقد رح يكون شيء كثير 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 حلو بين الغنيه والكليب. الكليب عاملين شيء جديد، ما بدي هيك ناخذها بكبريا، بس فعلا انا اول حدا عم بيصور بالعالم العربي الفي ار كفيديو كليب. بعتقد رح يكون شيء حلو تشوفه الناس. ان شاء الله بينال اعجابهم. يا ترى ايه نصيحة بشرى وهاني البحيري لمتسابقات ميس ايجيبت؟ حنعرف بعد شوية. ودلوقتي هنروح معاكم لاخبارنا العالمية. وبالكلام عن جوائز الانتي في، هنلاقي ان بريتني سبيرز اعلنت رسميا انها تغني في حفل توزيع الجوائز. مشاركتها دي هي بمثابة عودة لمسرح الان تي في بعد 12 سنة، ومن المتوقع انها تغني اغنيتها ميك مي بشكل مباشر لاول مرة، وهينضم ليها مغني الراب جي ايزي. حتتسلم ريانا جائزة الام تي فيز لايف تايم اتشيفمنت اوورد، وبالشكل ده حتنضم لمغنيين كبار سبقوا في التكريم زي كاني ويست ومادونا وبيونسي. الجائزة هي اعلى تكريم في صناعة الموسيقى والفيديو، وبتعكس تأثير الفنان مش بس على الموسيقى لكن كمان على الثقافة الشعبية والازياء والافلام والأعمال الخيرية. جاريد ليتو وقع عقد انضمامه للفيلم الجديد بليد رانر، والمليان بالنجوم زي رايان جوسلينج ورابن رايت وماكينزي ديفيز. دوره في الفيلم لسه سر، والمثير بقى ان جاريد كان اتريق قبل كده مع الصحفيين وقال انه فيلم موسيقي مليان نجوم وراقصات زي برودواي. ولسه مكملين اخبارنا فكرتنا معاكم بعد الفاصل. فيلم بان هير اللي تم انتاجه سنه 1959 يعتبر واحد من احسن الافلام على مر السنين، وعلى الرغم من انه فيلم قديم لكن لسه من الافلام المفضله عند ناس كتير. السنه دي تم تحديثه في مقابله مع جاك هيستن، شرح لي الموضوع اكتر من مجرد اعاده تقديم الفيلم. I felt this was a remake. I would have run the other way. You know what I mean? Just because I don't like remakes. But reimagining something when you find a great story, there's ways to tell a story. There's many ways to tell a story. There's many ways to direct a play. وفعلا ممكن نلاقي ان في فرق كبير بين الفيلم القديم والجديد، واي مشاهد هيشوف الفيلم هيحس بالفرق ده. While the 59 version was about revenge, this is about forgiveness. Two completely different themes. So I was like, oh great, there's something here. أكيد طبعا قبول دور شخصية محبوبة زي دي ما كانتش مهمة سهلة بالنسبة لجاك، واللي ما خافش من الدور ده خالص. While the 59 version is one of the greatest movies ever made, it still feels very theatrical. It's right operatic. That's the style of film back then. That's how they made movies. ودلوقتي بنقول لجمهور عرب وود تعالوا نستنى ونشوف اي نسخه هتكون انجح من الثانيه.
نشرت مسابقة ملكة جمال مصر صور ال 24 مرشحة النهائية للفوز بلقب ملكة جمال مصر 2016. وبتقام المسابقة تحت رعاية وإشراف هيئة تنشيط السياحة المصرية، وحاليا هيتم مراحل التصفيات وهيتم تتويج الفائزات في الحفل الختامي يوم 18 سبتمبر اللي جاي. الفتاة الفائزة باللقب هتختارها لجنة تحكيم بتضم المصور خالد فضة، واللي بتولى مهمة تصوير الفيديوهات الترويجية للأماكن السياحية اللي هتزورها ملكات الجمال. وكمان مصمم الازياء هاني البحيري والفنانه بشرى وسته من ملكات جمال العالم برئاسه امال رزق منظمه المسابقه. كاميرا أرابوت حضرت احدى فعاليات اختيار ملكه جمال مصر لسنه 2016، وقابلنا عدد من المشاركين في الفعاليات وفي لجنه التحكيم. في البدايه قابلنا الفنانه بشرى وسالناها ايه العلاقه اللي بتربط مسابقات ملكات الجمال وعالم الفن، لان كتير من ملكات الجمال بيكون عندهم طموح دخول الفن والسينما. الحقيقة مسابقات ملكات الجمال دايما بتبقى قناة شرعية لدخول الفتيات للفن أو للبحث عن الشهرة في معظم الأحيان، زي الإعلام بيكون مدخل برضو، وده المدخل اللي أنا دخلت منه إن يكون إعلامية أو مراسلة لقنوات عربية، وده كان المدخل الشرعي ليا لدخولي الفن. فمسابقات ملكات الجمال بتبقى حاجة شبه كده، بتبقى المدخل الموجود أو المتاح للفتيات لمعرفة أهل الفن والمخرجين والمنتجين بالبنات دول علشان يكملوا مشوارهم في التمثيل، لأنه في النهاية للأسف زي الكورة وزي الرياضة وزي الباليه وزي حاجات كتيرة جدا، الجمال له عمر، الجمال ما بيفضلش دايما طول الوقت بنفس الجودة والكفاءة والقوة. فالبنات حتى لو أخذت تاج السنة دي هتسلمه السنة الجاية، فدايما لازم تدور لنفسها على مدخل تاني يضمن لها الاستمرارية في عالم الشهرة وعالم النجومية وعالم التواجد والنور والإضاءة يعني البريق عموما. وكمان سألنا بشرى عن أفضل ملكة جمال دخلت الفن وقدرت أنها تثبت نفسها كممثلة وكمان كفنانة موهوبة، وكلمتنا عن تواجدها في المسابقة. ملكة جمال نجحت على الشاشة واستمرت، أظن اللي يحضرني دلوقتي حورية فرغلي الوحيدة اللي أنا شايفة أن هي كانت في مسابقات ملكات الجمال ونجحت فيه. كتير نجحوا وعملوا فيلم واثنين وثلاثة لكن ما كملوش في المشوار ده، لكن حورية فرغلي والقبل كمان ملكات الجمال حورية فارسة كمان، يعني هي فارسة خيالة يعني. فطبعا ده من أكتر الأمثال اللي أنا فكراها في الوقت الحالي اللي هي استمرت لمدة وأخذت من الفن يعني كارير أو اتجاه ومكملة فيه. أنا الحقيقة موجودة النهاردة كعضو لجنة تحكيم مع دكتورة أمال رزق اللي بتنظم المسابقة واللي هي نظمت ميس إيكو يونيفرس قبل كده، وأنا كنت عضو لجنة تحكيم في النهائي. بشرى كمان وجهت نصيحة لكل المشتركات اللي بياخدوا المسابقة واللي لازم يستفيدوا من خبرات الناس اللي سبقوهم في المجال ده. نصيحتي للمتسابقة انك انت اشتغلي على نفسك، خليكي صادقة، ما تمثليش، استفيدي بالتجربة، استفيدي بالمتدربين او المدربين اللي هيدربوكي علشان فعلا تبقي استفدتي من التجربة، مش مجرد انك جيتي تمشيتي شوية اتفرجنا عليكي وشفنا جمال خطوتك وخلاص مشيتي. فمهم جدا انك تكوني صادقة فيما تقدمينه، في اللي بتتعلميه، في اللي هتفيدي بيه الاخرين فيما يخص الاعمال اللي بتعمليها كاعمال خيرية والتواجد في محافل دولية تعبري بيها عن بلدك، كوني رمز مشرف للبلد، اتعلمي لك لغتين او ثلاثه واهتمي بيهم علشان هي دي وسيله التواصل والحوار مع الاخرين. وحاليا بشرى عندها تجربه جديده لفيلم تايتانيك النسخه المصريه، وهو فيلم على الانترنت سالناها عنه وكشفت لنا عن شويه تفاصيل. تجربه جديده من نوعها، الفيلم زيه زي اي فيلم سينما بيعرض في صالات العرض لكن مدته اقصر عشان تناسب جمهور الانترنت، وان شاء الله تكون تجربه جديده وساخره ويعني مختلفه من نوعها، تفتح باب ان شاء الله لنوع من انتاج مخصص للانترنت والجمهور الانترنت. والحمد لله دايما بكون الاولى وسباقه في اخذ الخطوات الجريئه اللي شويه فيها محتاجه جرأه. احنا صورنا وانتهينا وان شاء الله مقرر نزوله في عيد الاضحى ان شاء الله. كمان قابلنا المصور خالد فضه واللي وجه نصيحه لكل المشتركات في مسابقه ميس ايجيبت، وكشف لنا كمان عن رايه في افضل ملكه جمال احترفت في مجال الفن. المفروض تخش المسابقه دي عشان تبقى واجهه لمصر، واجهة مشرفة لمصر، تقدر تقدم خدمات إنسانية لمصر، وبعدها لما تخلص المدة بتاعتها ربنا يوفقها، بس ما تكونش هي دي الدخل علشان تمثل أو تتعرف. حورية فرغلي طبعا، داليا البحيري طبعا. أما مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري واللي بيشارك في هيئة لجنة التحكيم، فكلمنا عن رأيه في مسابقة ملكة جمال مصر والهدف منها. احنا نفسنا في دور إيجابي، دور البنت تبقى متبنية دور إيجابي فعال، انها تتبنى ما بعد حصولها على اللقب وعلى التاج، انها تقوم بدور لخدمة قضايا المرأة، خدمة اطفال معاقين،
دور خدمة أطفال محتاجين ذوي احتياجات خاصة، دور فعال للمرأة أنها تقوم بدور في السوشيال ميديا على دور إيجابي، أو مثلا أنها تخدم المرأة بأي شكل إيجابي. ولما سألنا بقى مصمم الأزياء هاني البحيري عن أحسن ملكة جمال دخلت عالم الفن وحقق كمان نجاح كبير جدا في السينما والتلفزيون، اخترع على طول داليا البحيري اللي كانت ملكة جمال مصر في يوم من الأيام. يا ترى ليه داليا البحيري بالتحديد؟ هنعرف منه حل. أشهر ملكة جمال مصرية طبعا هي داليا البحيري وأمينة شلباية. داليا البحيري طبعا عندنا كلهن جميلات وكل طبعا حورية فرغالي وعندنا كتير، بس داليا البحيري اكتف اكتر. داليا البحيري من ملكة جمال مصر، ثم قسم ايه في الارشاد، ايه في السياحة، فقامت بدور فعال عن جمال مصر وثقافة مصر وحضارة مصر، ثم دور ايجابي في السوشيال ميديا انها اشتغلت شوية في التلفزيون، شوية مذيعة في البرامج المهمة في التلفزيون، ثم نجمة كبيرة في السينما وفي التلفزيون حاليا، وعندها دور فعال. هاني البحيري وجه كمان نصيحة لكل متسابقة بتخوض سباق ملكة جمال مصر، وكشف لنا عن أجدد فعاليات في عالم الموضة وكمان الأزياء. عايزين ثقة بالنفس، عايزين بجد يؤمنوا بدور المرأة الفعال وقضايا المرأة، يعملونا يعني يقدمونا شكل مختلف. النهاردة يقدمونا بنت مثقفة شكلها مختلف، عايزين نشوف بنت متحضرة. احنا شفنا بنات جميلات كتير، احنا النهاردة عندنا بنات 2016-2017، نفسي اشوف بنت بتتبنى دور فعال حقيقي وتكون واثقة من نفسها وجميلة وشكلها قمر، بس بتتخلى عن الجمال ده وعايز تعمل دور ايجابي لخدمة المجتمع المصري. اول سبتمبر عندنا مهرجان مصر عاصمة الموضة، انا رئيس شرفي للمهرجان، طبعا بشكرهم جدا على القائمين على المهرجان، هم اختاروني واصروا علي ان اكون يعني رئيس شرفي. ثم عندنا قريب قوي مهرجان اسكندريه، مهدى الجميله الغاليه مدام يسرى، وانا قايم معاها بحاجه جميله جدا ان شاء الله تبقى مفاجاه. ثم بنحضر بقى للفاشن شو بتاعنا السنوي ان شاء الله، ثم بعد كده على طول بايام على اورينتال فاشن ويك باريس ان شاء الله. اما امل رزق رئيسه المسابقه فاكدت ان الدوره حاليا بتشهد اختلاف مميز من خلال الحرص على الترويج لمصر في خريطه السياحه المصريه، والحفل النهائي هيشهد حضور عدد كبير من ملكات جمال العالم كضيوف شرف للمسابقة. هي المسابقة، بس يمكن أنا عندي مهير مختلفة عن يوسف. أنا طبعا ما يعني حضرته المرة اللي فاتت كنا بنشتغل مع بعض، يعني بركز شوية أن البنت تكون عندها تشارت، يعني ممكن تعمل حاجات تخدم المجتمع فيها، حاجات خيرية تخدم تساعد في ترويج السياحة، تكون مثقفة قوي وبتكلم إنجليش كويس جدا. وبكده خلاص حياتنا النهاردة خلصت معاكم بسرعة جدا، واللي شفنا فيها أهم الأخبار الفنية والحصرية. ميرسي يا شكرا لك يا فاروق، شكرا لكل المشاهدين اللي تواصلوا معنا النهاردة. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا، انستجرام، فيسبوك، وتويتر، ومجانا حتى ما اشوفكم. باي باي.